أبو الشواشي؟ أيوة. مالك راجع مكبوس كده ليه؟ حمزاوي كسفك؟ هو يقدر، ده شغلي قضى على طول. أمال مالك؟ الفار بيلعب في عيب يا عم جابر. الولا غريب ده أحواله كده مش ولا بد. شفت منه إيه يا هذا؟ كنا قاعدين مستنيين حمزاوي، طبت علينا نادي. أول ما قلت له إن دي تبقى بنت محمد الطيب اللي قتله حمزاوي، وشه اتقلب ومسكته كح كانت هتجيب اكله. يعني حكيت له على كل حاجه؟ يعني اللي عرفه قلته. وايه تاني وشواش؟ الولد ده عم جابر سخي. ايوه، تتصور امبارح ادى الولية الشحاتي شيلن بحاله. شحاتي؟ ايوه في بلدنا. ايوه في بلدنا. سبحان الله، دي حكاية جديدة على بلدنا. وشكلها ايه الشحاتة دي أنا؟ يعني أنا ما شفتش شكله، لكن يعني شكله كده وليه مهكعي وعجوزي وبتجر رجليه بالعافية. وإداها الشلم من سكات ولا قال لها حاجة؟ يعني تلات أربع كلمات خطف كده. قال لها إيه يعني؟ وأنا إيش عرفني قال لها إيه؟ ما أنا كنت بعيد عنهم يا عم جابر. أبقى راجل عبيط ما كان غريب يعرف الشحاتة دي والشحاتة اللي تعرفه، وهي اللي كانت معاه عند السادية القديمة. طيب أنا جايب. على فين؟ هروح أعسس كده يمكن أعرف حاجة كده ولا كده. لا استنى، من الدقيقة دي رجلي على رجلك لغاية ما نعرف العبارة إيه. مطرح ما يسر امر يا كبر المقام، يخش جبتتك زاد ينبت عضلات. في نفر بره، خده خليه من رجالتك. رجال تاني اللي بختارهم بنفسك بيه. الكبير لما يختار يبقى اعتراضك عيب وخروج عن الاصول. مش قصدي يا سيد الناس، انا اقصد يعني رجالتي انا فتش وراهم قدامهم ومالي ايدي منهم، واي واحد فيهم مستعد يشيل اي بلوى اذا حصلت. وبعدين كلهم اغراب عن البلد. الجدع الجديد ده برضه غريب عن البلد. ولازم تعرف يا اخويا ان رجالتك ما بقوش اغراب عن البلد. خيبتهم بقت خيبه. مش قعدوا مع اهل البلد وكانوا معاهم وتسامروا معاهم، هيبتهم بقت في الارض. ده غير يا اخويا انهم بيتمسحوا في النسوان. البلد بتفلت من ايدي زي الصابونه ما تفلت من بين صوابعك. حس ان حضرتك شايف كده يبقى خلاص الجدع الجديد ده عاوزك تلعب بيه ضد رجالتك. مش فاهم يا كبير. يعطك ولا هتشتريه؟ الجدع ده تجربه منك، دلعه على الاخر عشان الرجاله يجيبوا منه، واموره انه يبقى شديد عليهم علشان يكرهوه من الاول. يعني حضرتك اختبرته، عرفت اصله وفصله؟ لسه، بس عرفت اللي عاوز اعرفه دلوقتي، الباقي بعدين. طب فرضا يعني، فرضا طلع شخص تافه وهايف وهفيه. هو يعني انا كنت شفتك قبل ما تبقى من رجالتي؟
اللي حصل معاك هيحصل معاه. انت كنت غريب وطريق وهو برضه غريب وطريق. انا يا درغام اديتك الامان في البلد دي قدام قسوتك وطاعتك ليا. يعني اعمل معاه زي ما عملت معايا؟ اذا كنت لسه فاكر. ايوه فاكر، فاكر انك سبتني لحد اما الجوع عضني بنابه. عشان كنت عارفك هتشبع عندي وكنت عاوزك تقدر النعمه. اسمع اللي هقول لك عليه تنفذه بالحرف. عاوزك تشيع بين اهل البلد ان الجدع الجديد ده جتار قتله وخارج من تأبيده. وده عمره قد ايه عشان يقتل وياخد تأبيده ويطلع منها؟ فيني ناصح ينبه اخواتك، يبقى تقول انه خد تأبيده وهرب للسجن. فهمت؟ اهلا. اهلا يا ست نادي. انت لسه قاعد هنا؟ يا زهر، زهر حمزه وجهزين. على العموم انا داخله جوه هخلي حد يفكر بيك. يبقى كتر خيرك. وانت اسمك ايه؟ يا سيف. خدامك غريب. هو عم حمزاوي وافق انه شغلك؟ الحمد لله وافق. على فكرة انت باين عليك طيب وابن حلال. انت اتغديت ولا لسه؟ مش مهم. مش مهم العافية استاذ، مش مهم. بس انت جاي تشتغل عندنا ايه يعني؟ باين عليك كده مش وش شقة، ايدك طرية لا عمرها مسكت فاس ولا ايد محرات. لا ايدي مش طرية ولا حاجة، ده انا حتى في مصر استهانم كنت بشتغل في الفاعل. وسبت مصر ليه بقى؟ شغل الفاعل قاسي وصعب. وانت متخيل بقى ان الشغل هنا اخف من شغل الفاعل؟ محدش عارف النصيب بيعمل ايه في بني ادم. معاك حق. سمعت انك قتل قتل. اعوذ بالله، اعوذ بالله. لا هو يعني اي حد غريب كده لازم تجري وراها اي تهمه، بس ان شاء الله ان شاء الله هستهانم. هتسمعي عني كل خير ان شاء الله. هروح بقى اجيب لك لقمه تاكلها. واخد عقلك انت جيت يا امنا؟ وطي صوتك، قلت لك ما تجيبش اسمح لسانك خالص ولكنك تعرفني. معلش سامحيني، اصلا انت مش عارفه ايه اللي حصل دلوقتي. حصل ايه يا اخوي؟ انت قلت لي ان انا كان ليا اخت صغيره. ايوه، كان زمانها عروس زي الغندوره اللي كنت واقف معاها. على مهلك شويه يا هلا، انت مالك مسروق كده ليه؟ عايز اطمن على الولد يا عم جاد.
حصانيه وشواش. غريب مع الولية الشحاتة تاني يا عم جابر. طيب يا أمنا، أخت الصغيرة دي أنت فاكرة اسمها ولا نسيتيه؟ أني ما انساش حاجة أبدا. أختك كان اسمها نادي. دي بقى اللي كنت واقف معها، دي أختي الصغيرة. مين اللي قال لك الرواية الخايبة دي؟ اللي كنت واقف معها دلوقتي يا أمنا أختي الصغيرة. وأني بقول لك مين اللي قال لك الرواية الخايبة دي؟ أبو الشواشي. الواد الأهبل دوت؟ إيه؟ عارف منين؟ ده من دورك. يعني لا شاف النصيبة ولا واعي عليها. جابر هو اللي حكى له. أنت مش بتقول إن البلد كلها عارفة الحقيقة؟ جابر؟ الحاج جابر قال الكلام دي يبقى حقيقي. ما كان شاهد على كل اللي حصل. وهو اللي طلعها من النار بنفسه. إذا كان الكلام ده حقيقي يبقى لازم أن تعرف إن حملك بقى تقيل قوي وشديد قوي. واني الحمد لله جهزتك وحضرتك لكل تقيل وشديد. خير خير يا واد. لو كانت أختك نادي لسه عايشة يبقى خير. جابر جاي علينا وما بشغلش صاحبه. أشوفك بالليل. على فين؟ مدام جابر حس بيي يبقى لازم أنا أكلمه وأقابله عشان يهدى من ناحيتي بدل ما يفضل يعسس وراي. لله لله يا محسنين لله. حد منهم شافنا يا هلا؟ ايوه الولية الشحاتة وسابته ومشيت. هربت يعني؟ لا جاي علينا. قول يا رب. لله يا محسنين لله يا مطعم الغلابة يا رب. لك الأجر والثواب عند الله يا فاعل الخير. حسها مش غريب علي. قول يا رب يا مطعم الغلابة يا رب. لك الأجر والثواب عند الله يا فاعل انت الخير. انت من أنهي بلد يا ولي؟ أني أرض الله واسع. شوف الكهن بتاع الولية، الراجل بيسألك من أنهي بلد، يعني تردي وتقول انت من أنهي مصيبة. أبو شواشي وبعدين؟ حاضر يا عم جابر، بس لازم تعرفي ان اللي بتكلميه ده يبقى شيخ البلد كلها، يعني لازم تستأذني منه قبل ما تشحتي. خلاص يا ابو الشواشي خلاص يا ستي. انا لا شيخ بلد ولا حاجه، كل ما في الامر انني راجل غلبان، وانت عارفه ان الغلابه بيحبوا بعض. مفيش غلبان بيقطع رزق الغلبان اللي زيه. محدش قطع رزقك، بس السؤال واجب برضه. ربنا يعزك بين اهلك وناسك. مفيش شحات بيقول على بلده. ايوه عندك حق. انت باين عليك راجل طيب. حلو. قولي بقى للراجل الطيب بلدك ايه؟ من اني مصيبه انت؟ شوف يا ابني، يا تديني حسنتي بالمعروف يا تصرفني بالمعروف. الله يسهل. يلا غوري، مش عايز اشوف وشك هنا تاني. الحسن يا جا. يلا رب الارزاق موجود. طولي بالك شويه يا ستي، احنا ما نقدرش نديكي حسنه لان احنا ذات نفسنا محتاجين الحسن. كفايه عليا كلمه طيبه منك. ربنا يسترك وينور بصيرتك. ربنا ياخدك. لله لله يا محسنين لله. احوص بالله منك يا ساتر، انت دايما مسروع كده؟ طب اديني فرصة اسحبها في الكلام علشان اعرف هي مخبية ايه. يا ساتر عليك. حقك عليا يا عم جاد. اني غلطان غلطان. اني غلطان بعد ايه؟ ها؟ بعد ما بوص الشغلانة؟ يلا يلا وديني على غريب. الحمام للديابة غلابة والله غلابة. إن الحمام للديابة غلابة والله غلابة. البال يودي جيد والشمس تلفح لهيب. البال يودي ويجيب الشمس تلفح لهيب. وانت يا ابو الظهر محني
عايش في بلدك غريب، عايش في بلدك غريب. لما الحمام للديابك تعملوا يا غلابة، لما الحمام للديابك تعملوا يا غلابة. نجمك يغيب ويطل وانت رغيف للكل، نجمك يغيب ويطل وانت رغيف للكل. بتزرع فل وانت بتزرع فل. لما الحمام للديابة غشنا وحنموت غلابة، لما الحمام للديابة غشنا وحنموت غلابة. غنى الحمام للديابة غشنا وحنموت غلابة، لما الحمام للديابة غشنا وحنموت. شايف الرجاله اللي هناك دول؟ ايوه. هتكون خول عليهم، بس خلي بالك دول ناس نمردي، الكلمه الطيبه تتلف حالهم، عاوزك تكون شديد عليهم. امرك نافد. عاوز انبسط منك وحمزه وبه كمان. اطمن، كل حاجه هتبقى مظبوطه زي الساعه. بس خلي بالك فيهم كم نفر كده شايفين نفسهم، هشاور لك عليهم واحد واحد، عاوزك تشكمهم وتوقفهم عند حدهم. شايفين درغام العكر صاحب معاه مين؟ ده يطلع مين ده يا رجال؟ مش عارف. خلقة جديدة علينا. بس شكله كده لا هو فلاح ولا عمر ابوه حتى كان فلاح. يبقى ظالم جديد. ما هو درغام شيخ وعجل. لا يا اخويا اطمن، الظلم عمره بيشيخ ولا بيعجل. ايوه الظلم دايما شباب. واد انت هو غريب ده، الخول الجديد بتاعكم في حاله غيابي، كلمته عليكم امر وامره نافذ. تعال يا غريب يلا. انا مش قلت لكم اتلم تنتون على تنتن والاثنين اسفتونتن؟ ايوه. مفيش غريب يدخل بلد غريبه الا اذا كان وراه سر، والسر انكشف اهو. حمزاوي جايب لنا جبار جديد. اشتغل يا اخويا اشتغل. ده بيقولوا انه قتال جوتا. ومين قال ان حمزاوي بيشغل عنده غير المجرمين وقتالين الجوتله؟ لا والاكاده ان كلهم اغراب عن البلد. امال عشان ما يعملوش خطر لاي حاجه، لا عشره ولا جيره ولا حاجه، اغراب. هم رجاله حمزاوي كلهم كده، ما يبقوش على حاجه ابدا. معلش بكره كله يهون. ايام وشهور وسنين واحنا نقول بكره كله يهون. مفيش حاجه بتهون ابدا، بتهون بس على حمزاوي وتشد علينا. هم رجالته زادوا واحد مفتري واحنا على حالنا. لكن انا في حاجه محيراني. اه يا صعبة. الجدع المفتري اللي انتوا بتقولوا عليه ده قاعد عند عم جاب، والواد ابو الشواشي سارح بيه في البلد. يعني معقول يكون عم جابر قوي عنده قتال قتلة؟ يبقى اكيد عم جابر اتغش فيه، مفيش غير كده. لا عم جابر ما يتغشش ابدا. امال ايه؟ هو الاكاده مقعده عنده عشان يعرف قراره واوله من اخره. ادي ها أه؟ احنا لازم نراجع عم جابر في الموضوع ده. ايوه ادينا دور شاي تاني يلا بسرعه متوال. عادل ابني بعد جواب. عادل ابني بعد جواب وسكت يا حمزاوي. يا وليه طولي بالي؟ طولت بالي. قول لي اخباره ايه؟ احواله ايه؟ كويس قوي قوي قوي، وطلب مني في الجواب انزل له مصر. لازم محتاج حاجه يا ضنايا ولا فلوسه خلصت؟ من امتى يا وليه ابني في الغربه فلوسه تخلص؟ ابني معاه فلوس كفايه يسلف زمايله كمان. امال عايزك تسافر له ليه؟ حاجه هتفرحكوا قوي قوي قوي.
ابني ليه زميله في الكليه داخله دماغه وعاوز يخطبها، وطلب مني انزل له مصر عشان كده، حتى قال لي ابقى هات ناديه معاك تتفسح. ايه الكلام الفارغ ده يا حمزاوي؟ عادل متفق معايا انه هيجوز ناديه، ومتفق مع ناديه كمان. هو انا بجيب كلام من عندي اهو؟ جواب ابنك اهو اهو. انت ناوي على ايه يا حمزاوي؟ مش كفايه اللي عملته السنين اللي فاتت؟ وبعدين عادل ما بعتش جواب، ليه تكسر بخاطر البنت اكتر ما هو مكسور؟ عارفه انت لو تموتي هتركه ده. ايه اللي جواك يا حمزاوي؟ اللي جوايا؟ اللي جوايا حاجه ما تفهمهاش واحده غبيه زيك. شوفي ناديه دي لا يمكن هتبقى مرات امي يا وليه يا غبيه، دي هتبقى خلطة مرة زي العلجم يا ناقصة عجل. كفر عن الذنب اللي انت عملته ولا خلاص الشر بقى طبع فيك. شوفي انا بدافع عن نفسي وعن مصالحي، خليك انت في الخبيز والطبيخ وسيبي الحاجات المهمة اللي يفهموها. يا هم يا تجيل. يعني همك تجيل؟ اه نفخ فوخر نفخ فخر منك يا حمزاوي. ناوى على ايه؟ ناوى على ايه يا مراري يا مراري؟ اوعى يكون حد شافك وانت جاي. بالليل ستار، الناس كلها دخلت بيوتها. اخبار درغام ايه؟ زي ما هو. انت مش شايف ان عجل وجرب؟ الأعمار بيد الله يا أمنة. ماني عارفة إن الأعمار بيد الله، لكن الموت له شواهد. أهو زي الجن أهو. يا زين، أنت هتكون شاهد على موت درغام. قصدك أقتله؟ درغام أول واحد في الجايمة. أنت ناس إنه دراع حمزة واليمين وشريكه في الظلم كله. بقول لك إيه يا أمنة؟ في حكايه كده اهم من حكايه درغام دي. عارفه اختك نادي، من ساعه ما قلت لي الحكايه دي واني مخي عمال يودي ويجيب. اختك لازم تعرف انك اخوها. معقوله دي؟ اللي يخليها شعقول؟ واحده عايشه طول عمرها في دوار حمزه وفاهمه انه عمها، ما تعرفش حاجه عن حكايه ابوها وامها ولا عن المصيبه اللي احنا فيها. مش بعيد لو قلت لها تقول عليها مجنون ولا تفتش السر. لا سيب الحكايه دي عليا. انا بقول ناجل الحكايه دي يا امنه. وانت عاوز تاجلها ليه؟ وانت عاوزها تعرف ليه؟ ده ما ابوك وامك داين في رقبتك انت واختك. اختك ليها نصيب في التركي. انا عاوز الف حوالين رقبه حمزه ويحمل، وانت تشد من ناحيه واختك من ناحيه. لا 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 لا، خلي اختي بعيد يا امنه. عاوزها تكون بعيد ليه؟ أصلها بريئة أوي يا عم، وشها عامل زي طلعة النهار، صوتها عامل زي غنى العصافير، عينيها عاملة زي نجمتين في سما ضلمة. غلبانة تلاقيها عايشة ذليلة ومزوية. معرفش ليه وأنا بكلمها كنت عايز أفضل أتكلم معاها على طول يا عم. تحسس كده إن تحس ان انا عايز اخدها في حضني لغايه ما تبقى حته مني وانا بقى حته منها. خلاص الشباب ولا وراح يا درغام. لسه بدري يا حمزاوي. زمان كنا نشرب على قد ما نشرب، نسهر على قد ما نسهر، ناكل على قد ما ناكل، ونقوم زي الحصان. دلوقتي خلاص الواحد جسمه بيتهد بسرعه. تلاقيك ما نمتش النهارده الظهر شويه. لا 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 لا، الدنيا بقى لها طعم تاني، طعم وحش. انا اقول لي اخبار الولد غريب ايه؟ مع التمرين هيتودك ويبقى كويس. اديته فلوس؟ هو عمل حاجة عشان ياخد عليها فلوس. اديله بزيادة شوية يا درغام. اشتري الشدة والقوة بالقرش.
اديك شايف حالنا بقى ايه؟ ماله حل؟ ما احنا زي الفل اهو. طب تقدر تقدر تقوم كده من غير ما تسند على حاجه؟ دي حاجه سهله خالص. طب وريني شطارتك، جو افرض طولك. يا سلام، من غير ما تسند يا ولا. شفت يا كبير؟ شفت انت؟ زمان كان الواحد يجوم زي ما العيار بيخرج من البندقية. تعال يا عم، تعال خد ايدي، تعال. ان انا خلفت عشان يبقى لي ذريه. انت تهت يا حمزاني وتطلع هناك اهي قدام. انا عارف اخرتك هتبقى سودا باذن الله. اهو كل واحد حسب افعاله. يا رب ما انت بتاخد ناس كتير مالهمش عازم، مخليها ليه؟ خدها يا رب، يا رب خدها يا رب. ابو شواش ولا ابو شواشي؟ ايوه يا عم جعب. ايوه غريب خرج من بدري ده، زمانه دلوقتي بص الغيطان حمزاوي. وانت جاهز؟ جاهز يعني ايه يا عم جعب؟ ورانا مشوار صغير كده. مشوار؟ طب مش نستنى لما الشمس تطلع شويه؟ لا، المشوار لازم يبقى بدري، يمكن ربنا يكرمني واللي في دماغي يطلع صح. حلو، ايه بقى اللي في دماغك اللي انت عاوزه يطلع صح ده يا عم جابر؟ مستعجل على ايه؟ ما انت بتعرف كل حاجه في وقتها. طب المشوار ده يعني كده على فين ان شاء الله؟ هيكون فين يعني؟ اهو زي كل المشاوير بتاعتنا جوه البلد. وعشان تستريح وتريح دماغي كمان، احنا رايحين يمه الساديه القديمه. ايه قلت؟ ايه قلت؟ حاضر. وانا ولا حاضرنا قول حاضر. يلا يا عم جاب، حاسب عدي. اهلا يا حمزاوي بيه. العمدة موجود ولا خرج؟ لسه ما خرجش يا كبير. خش كله اشرب معايا القهوة. حالا يا كبير. مش كنا قعدنا في الهوا بره بدل الكتمه اللي احنا فيها ديت؟ الكلام اللي بيني وبينك عاوزه يبقى بين اربع حيطان. ايه اللي بيدور في دماغك يا حمزاوي؟ طول عمرنا ستر وغطى على بعض يا عمده. ايوه، ومصالحنا واحده. والفايده اللي بتطولني اهي بتطولك انت كمان. اسمع، انا عاوز عريس لناديه. ناديه؟ ناديه مين؟ رايك ايه يا عمده؟ واحنا عندنا 100 ناديه؟ نادي بنت محمد الطيب. ايوه، بس البلد كلها عارفه انها بنت اخوك. قرارك ايه يا عمده؟ وانا ليا اخ علشان يتجال ولد ولا بنت؟ البلد كلها عارفه ان ربيت البنت دي شفقه بعد ابوها وامها ما ماتوا. هما كانوا ماتوا برضو يا حمزاوي؟ هو تحقيق جديد ولا ايه؟ قفل على السيره دي يا عمده. وعايز تجوزها ليه؟ عشان ابعدها عن ابني بس، وابعدها عن نفسي كمان. البنت استاوت ودورت وعودها يجيب دغ اي راجل. مش هخبي عليك يا عمده، انا لما دماغي بتلف
ما بقدرش امسك روحي. كل البلد عارفه انها محجوزه لابنك عادل لحد ما يخلص كليته. اللي بين ناديه وبين ابني عادل حب زي حب الاخوات، وبعدين هي كمان ما تلجلوش، مش من مجاله، ما يصحش يتجوزها. ايوه ما يصحش، عشان ابوه قتل ابوها وامها واخوها. عمري الناس كلها اتهمتني والحكومه برئتني والمحضر والاوراق قالت ان الحريقه قضاء وقدر، ودي اوراق رسميه، وساعتها انت كنت لسه عندك جديد واول الشهود. شوف يا حمزاوي، احنا مش هنفتح في الدفاتر القديمه، اللي مكتوب في الدفاتر حاجه واللي محفور في عقول الناس حاجه تانية. خلينا في المفيد. ايوه الكلام كده يبقى مظبوط. شاكر يا ابني. حط الصينيه عندك ويلا على اوضه السلاح ليك. البنت دي ما فيش حد هيتجوزها، ما حدش هيرضى بيها. ليه؟ انت شفتها اخر مره امتى؟ لسه شايفها قريب. بقول لك البنت استاوت واتدورت صبيه زي القمر، اي راجل يتمنى تنام في ريحه. انا عيني غير عينك يا حمزاوي. انت عينك كلها زينه يا راجل يا عزوز ومتعافي. لكن انا كل ما ببص للبنت بيصعب علي حالها. ايوه هي حلوه صحيح، لكن من امتى الحلاوه كانت السبب في الجواز؟ امال يبقى ايه السبب يا عمده؟ البنت دي لو خرجت من دارك هيكون لها مين في الدنيا؟ مين اهلها؟ وما تنساش ان اسمها الحقيقي هو اللي هيتكتب في جسيمه الجواز، بند واحد. مين اللي هيرضى يتجوز واحده ما يعرفش اهلها؟ بند اتنين. عندها ايه عشان تغري العريس اللي هيتقدم لها؟ بند تلاته. تتسند على ايه قدام جوزها؟ انت ناسي ان هي لا معاها شهادات ولا غيره بعد ما قعدتها من المدرسه؟ انا قعدتها من المدرسه علشان تبقى تحت عيني، ما تسمعش كلمه كده ولا كده تحمر نفسها. بس جبت لها مدرسين من البندر علموها كفه شيء وخلوها تتكلم زي بنات مصر. البلد كلها عارفه الحكايه والكل ساكت، ونص الساكتين خايفين منك، والنص التاني مش عايز يجرح شعور البنت المسكينه. البنت المسكينه دي انا هكتب لها فدانين ارض بيع وشراء، ده غير ان انا هجهزها من مجاميعه. المهم تتجوز وخلاص. ايوه بس لازم تكون جوازه طيبه. طيبه ولا رضيه مش مهم، ان شاء الله تتطلق بعد شهر، مش هيجرح حاجه. انت ايه اللي في دماغك بالظبط يا حمزاوي؟ اللي في دماغي انها تبعد عن عادل ابني، ما هو مش معقول هيتجوز عزبة وبعدين بعد ما تطلق، يعني هي هتروح فين بالفدادين؟ ما هترجع لي بيهم تاني، وساعتها افكر اني بقى اتجوزها. كد كده مش قادر تسامح في الفدانين يا حمزاوي وعاوزهم؟ عاوز الحاج؟ انا عاوزها هي ومعها الفدانين كمان. بس ده ورثها من ابوها اكتر من كده بكتير. جرى ايه يا عم؟ ما قلنا نفضها سير؟ لو فرضنا جدلا يعني ان ابنك عارض في جوازها من اي حد تاني، يبقى ايه العمل؟ ابني؟ ايوه ابنك. يعني ايه ابني؟ ملهاش معنى تاني يا حمزاوي، ابنك يعني ابنك. دورها في دماغك كويس يا عمده. هو اي ابن هيعمل ايه لابوه غير ان بعد الاب ما يموت يروح يدفنه ويمشي في جنازته ويقف ياخد عزاه وبعد كده يروح يورثه، وده ما بيفيدش الميت في شيء. اسمع، ابني لو عارضني يروح يشوف لأب تاني. قلت ايه؟ طيب انا هدور الموضوع في دماغي وربنا يعمل اللي فيه الصالح. ايه جرالك؟ ايه بتبص كده ليه؟ كنت فاكر انك كل ما تكبر في السن احوالك هتكون اهدى، لكن كل يوم بيعدي عليك بيزيدك شدة ومكر يا ثعلب. هتفضل كده؟ حاجة عايز نعملها؟ انت الخول الجديد بتاعهم، الكسلان فيهم لازم تضربه. انا يعني بقول ملوش لزوم الضرب. ما انت لو ما كنتش هتضربهم من اول يوم
تاني يوم هم اللي هيضربوك. لازم تظهر لهم الشدة بتاعتك عشان يخافوا منك ويعملوا لك حساب. مش جايز يبقى ليا طريقة تانية؟ وهي إن شاء الله نبقى أصحاب مثلا. أصحاب؟ يبقى بيت حمزة وبيه هيتخرب. بقول لك إيه؟ شايف الواد اللي قاعد هناك تحت ظل النخلة؟ أيوه ماله؟ شغله مش عاجبني. عاوزك تديله كام خرزانة على ظهره عشان يتنشط. اسمع الكلام، لا ضمك ليهم وتبقى زيك زيهم. انتوا نمتوا ولا ايه؟ نمتوا وانت اخويا قاعد ايه؟ قاعد يعني ايه؟ بتصيف ولا ايه؟ انا مش عاوز لك قاعد، مش عاوز لك قاعد. نمتوا ولا ايه؟ انا عاوز شغل وانت يا حاضر. حاضر يا سي اشتغل. حاضر يا سي غريب. حاضر. بص لي يا دوس عاملي ياض الهمه. يلا يلا يا اخويا انت وهو. يلا يا اخويا. ايوه يا عمي. عاوز اقول لك حاجه. قول يا عمي. انا لا عمك ولا انت قريبتي خالص. امال انا ابقى ايه؟ انت بنت يتيمه، ابوكي وامك ماتوا وانت صغيره، واحنا خدناكي وربيناكي لوجه الله، وانت دلوقتي ما شاء الله كبرت وفي سن الجواز، وضروري هيخبط على بابنا اللي يطلب ايدك. فبدل ما تبقى مفاجأة ليكي وكلها هم وغم ونكد، مستحسن تعرفي من دلوقتي. يعني انا مش بنت اخوك؟ انا عمري ما كان لي اخ عشان انتي يبقى لك عم. ريحت بالي دلوقتي. اقدر افضحك سواء كنت فايق او كنت سكران. الاول كنت كاتمه في قلبي وساكته واقول ده عمي اللي مربيني، واجب عليا يستره لو خف عقله. انما دلوقتي لا، انت غريب عني، تبقى في كامل عقلك. طول ما عمري وانا في كامل عقلي، ما تنسيش انا ربيتك وكبرتك. بس مش لوجه الله، زي ما تكون كنت بتربي بطة عشان تنذبح في يوم من الأيام وتتحط قدامك على الطبلية وتنهشها. وأقدر أعمل أقدر أعمل إيه؟ وأتجوزك وقت ما عاوز. ربنا يقصف عمري قبل الساعة السودة دي. لله يا محسنين لله، ربنا يسترها معاك دنيا وآخرة. لله ربنا يسهلك يا ست. ربنا يسهل لي ويسهل لكم. ما انتوا غلابه واخدين على اللقمه الناشفه وحصوه الملح، لكن ربنا فرجه قريب قريب. صباح الخير يا شاب. صباح النور. جعاني. ألاقيش عندك رغيف عايش وحته جبنه؟ روحي الباب اللي هناك هيدوكي. أني عايزه الحسنه من ايديك انت. حكيماني بس تسمح الوجوع. بكره بأديكي. استني يا ناديه. مش تعرفي اسمي؟ هنعرف كل حاجه عنك يا ناديه. وبعدين انا مش شحاته ولا حاكي بلا خابه. هي بلا تكون فيها ايه عشان الشحاتين يدخلوني؟ انا جاي اخلصك من اللي انت فيه. انت مين وتعرفي عني ايه؟ انت شفت الجدع اللي اشتغل عندكم امبارح؟ ايوه. ده يبقى اخوكي، ابن امك وابوكي. انت بتقولي ايه؟ حمزاوي ده مش عاملك. دي انا عرفتها. اللي ما تعرفيهوش ان هو اللي قتل ابوكي وامك. اسمعيني كويس يا لادي، انا مش عايزه مخلوق يعرف اللي قلته لك دي. لو حمزاوي عرف ان غريب هو ياسين ابن محمد الطيب هيكتب